الرحيم ونحن في قعلان بني ابو علي سعدت ان التقي باحد الحكام يوسف الكريم عبد الله بن ناصر بن سعيد. الاخ ابو حميد، ما شعورك انت تصل الى هذه القمه؟ لا شعوري ما يتوصل، انا مشهور، انا فخور جدا بعلم الخالق اللي جيتها جيه طيب الخاطر. نعم ما شاء الله. مثلا بعدي حل الشعور الساعه 3:30 ما شاء الله، للحين ما غمضت عيني اللي وصلت هذا الدار. الحمد لله. وعند الفطور وهنا بشرات ما حظ الله مفتوحه. ما الذي يميز المشي هنا؟ الدار هذه؟ ايوه. طبعا اي حاجه يميزها بتبقى هالحين. نعم جميل. يعني لو انت جاي كسول تحصل حاجه ما طيبه تتكاسل فيها، لكن تحصل ناس مشان طيبين وراح ضفير تحصل شيء، تحصل تعب مرتاح ودك تواصل الصباح. ما نصيحتك ورسالتك للاخرين نحو رياض المشي؟ والله انصح جميع الناس اللي خاصه اللي يعاني من الامراض، ما يكلف نفوسهم، نشد اعمارهم وشيء، تحس نفسك انت رعوب في المثل. اما انت الان لو قالوا لك مثل وقت تاكل تاكلها بالسريع ما راح تحس بشبع، راح تحس بتعب، لكن تسمى بالرحمن تاكل لقمه تحس عمرك كانك تاكل كانك مشتهي وتبغى زياده غير هذا الشيء. شباب زود ماي زود ماي. ما بينكم تكذب بدون تعصب، ما يوصل دارة ومع اهله وتمنى له وياهم. انا رايح مفخور مرتاح مني وذاتي احقق هدف ويش الصحه والعافيه. جزاك الله خير، سعدت بالحديث معك وجزاك الله خير. بارك الله فيك على هذا التوفيق. تسلم، بارك الله فيك، جزاك الله خير.